let's welcome the national teams of Tanzania and Ethiopia. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Tanzania. Now, the national anthem of Ethiopia. مشاهدينا الكرام،
رقم 15 من حيث مواجهات المنتخبين منتخب أثيوبيا والمنتخب التنزاني. هنا مواجهة تحمل الكثير من البشريات والكثير من الآمال والطموحات بالنسبة لعشاق الكرة الأفريقية عبر شاشة الخرطوم الفضائية. ها نحن في واحدة من الأمسيات الرائعة تماما في المجموعة الثانية، المجموعة التي تضم المنتخب الأثيوبي والمنتخب التنزاني بجانب المنتخب اليوغندي. هنا حديث عن 90 دقيقة ستكون فيها الإثارة حاضرة، ستكون فيها المتعة حاضرة لكل عاشق ومحب لكرة القدم ومتيم بالفوتبول وسحر كرة القدم. ها نحن على استعداد بالاستمتاع بواحدة من المشاوير الجميلة في كرة القدم الأفريقية. هذه البطولة سيكافة تحت العام 20 سنة للشباب، هذه البطولة التي استطاع السودان أن يقدم فيها حتى الآن نموذج مثالي لواحدة من البطولات الأفريقية الجميلة في قطاع سيكافة. بالنسبة للمنتخب التنزاني يتواجد على يمين السادة المشاهدين بالذي الأزرق، بينما المنتخب الأثيوبي على يسار السادة المشاهدين باللون الأخضر والأصفر. نتمنى أن نستمتع بواحدة من اللحظات الطيبة والجميلة هنا عبر شاشة الخرطوم الفضائية. أذكر بتوليفة المنتخب الأثيوبي، يبدأ المنتخب الأثيوبي بحراسة مرمى وشبت هايل على اليمين ساك كومو، 2-6 باشو لاكيسا، و7 يوسف ميكونان، بجانب 9 تانكو تامي. بينما في وسط الملعب يوداهي باكلو، بجانب بيتا جاسو او ياتا جاسو بايو، وثلام كوسا، وويكني تيكلي، بجانب ابو بكر احمد. اسماء المنتخب وتوليفه المنتخب الاثيوبي، القياده لاتلو ديريجي، بينما المنتخب التنزاني رزاق رمضاني حارس الذي بدا لقاء المنتخب الوكندي، بينما أوسكار باول 9، أبو بكر السابان 2-4، خطيب كومبو وسمفوكو حسين بالقميص رقم 14، ديسكون فلنتينيو 17، باسكال 12، عبد الرزاق محمد 15، العثماني ماكامبو 19، ولداكي جمعة بالقميص رقم 20 بجانب لاميك الأول في الفانيلا رقم 25. القيادة وصافرة أرضية الملعب الحكم البرندي تيري ناكونو، بجانب روبرت هنري، والثاني طبعا هيثم النور من السودان، بجانب الرابع عبد العزيز جعفر. حاولت كرة إلى رمي التماس للمنتخب الأثيوبي على الجهة اليسار، وتقطع لمصلحة المنتخب التنزاني عن طريق تيسكون فيلانتينيو. تيسكون استلامه، يبحث عن المساندة، تواجد أوسكار، والكرة إلى خارج أرضية الملعب ولمصلحة المنتخب التنزاني إلى رمية التماس. تحط كرة على طريق عبد الرزاق محمد، يعود للاعب باسكال البارتي ليفت للمنتخب التنزاني، يحول كرة للأمام، عودة لمصلحة المنتخب التنزاني من جديد في وسط الملعب، لمسة أمامية على طريق العثماني، تحويل كرة للأمام، تعود لمصلحة الحارس رزاق رمضاني، هو القائد للمنتخب التنزاني. بينما كرة تحولت على طريق العثماني أمامية، تعود لأوسكار، أوسكار والتغطية الدفاعية من الدفاعات الأثيوبية عن طريق إيساك كومو، تعود لمصلحة المنتخب التنزاني من جديد. كونتر اتاك مقطوعة للمنتخب الأثيوبي عن طريق فؤاد، فؤاد يمرر الكرة بينية، محاولة التسديدة، وهنالك إشارة على الكابتن يوسف ميكونان، هو المهاجم للمنتخب الأثيوبي في هذه المباراة. إشارة الحكم إنري روبرت، بينما كرة تعود على الجهة اليمين عن طريق أوسكار باول. أوسكار أمامية، تعود للمنتخب الأثيوبي عن طريق تيغنو دامي، تيغنو دامي، والكرة إلى تماس للمنتخب الأثيوبي. تحولت كرة في وسط الملعب للمنتخب
التنزان عن طريق لاداكي، تعود للاداكي، تقطع من جانب ييتا جيسو بايو. ييتا جيسو بايو لاعب صاحب الرقم 16 بالنسبة للمنتخب الاثيوبي، بينما قيادة المباراة لتيري ناكونزا أو ناكونزو القادم من بوراندي ومخالف لمصلحة المنتخب التنزاني. تلعب كرة للأمام لمصلحة المنتخب التنزاني هنا الرأسية وتحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى للمنتخب الأثيوبي للحارس ويشت هايل بالقميص رقم 22. تابع عزيزي المشاهد عبر قناة الخرطوم الفضائية هنا بطولة سيكافا برونق وبنظرة ممتازة جدا لكل عشاق كرة القدم. الكرة تبار حرجية الملعب وتصبح رمية تماس للمنتخب التنزاني على الجهة اليمين لمصلحة ديسكون فالنتينيو. ديسكون يحول كرة أمامية لمصلحة المنتخب التنزاني، محاولة المرور والانطلاقة والسقوط والكرة لمصلحة الحارس. كرة بعد انطلاقة من جانب لاعب تيسكون فالنتينيو صاحب رقم 17 في المنتخب التنزاني، تحولت كرة لتينجو أو تيكنو دامي تيكنو أو يوداهي باكالو باكالو. تحويل الكرة لصاحب رقم 2 إيساك كومو. إيساك طالت على يوداهي ومباشرة تصبح رمية تماس للمنتخب التنزاني. تعود كرة للمنتخب التنزاني في وسط الملعب، محاولة تبرير كرة، تنظيم ممتاز حتى الآن. تحولت الكرة عن طريق خطيبو لاعب الذي لم يبتدي اللقاء السابق أساسيا وأضيف من قبل زيبيري كاتويلا المدرب والخبير الفني للدفة الفنية للمنتخب. التنزاني على فكرة تنزاني انضمت لاتحاد سيكافا في العام 73 وهي أول المنضمين بجانب أوغندا وذنجبار. إذا تحولت الكرة من جديد لمصلحة المنتخب التنزاني، انطلاقة وعرقلة على اللاعب المنطلق للمنتخب التنزاني العثماني ماكامبو أو العثماني ماكامبو. العثماني ماكامبو حاول التقدم للأمام وهنالك عرقلة ومخالفة خارج منطقة الجزاء ربما بتسع ياردات على مرمى الحارس الأثيوبي الحارس ويشب هائل الحارس برقم 22. هنا المخالفة تحسب من قبل تيرينا كونزو. تيرينا كونزو هل ستفعلها كتيبة المنتخب التنزاني في هذه اللحظات لتسجل أول أهداف هذا اللقاء ولتكون الأجواء أكثر حماس وأكثر جمال بالنسبة لنجوم ملوك الطوائف. نجوم ملوك الطوائف تبحث عن أول ثلاث نقاط، مجموعة صعبة وصلت تنزانيا في هذه المواجهة ربما هي تؤكد إبعاد تنزانيا من البطولة. أينما هنا ترقب ومتابعة لحارس المنتخب الأثيوبي هايل. هنا نتابع التنفيذ عن طريق عبد الرزاق، هنا التسديدة وعلى يسار الحارس وشبت هايل ويتصدى للكرة. هنا يريد الحارس عملية الثبات الانفعالي ربما التمرحل السليم، يحول الكرة على الجهة اليسار لمصلحة أبو بكر أحمد للمنتخب الأثيوبي. طالت وتعود على الجهة اليسار لمصلحة المنتخب التنزاني، تعود من واسكار. واسكار كرة للأمام لمصلحة المنتخب الأثيوبي ومباشرة تصبح الكرة رمية تماس للمنتخب التنزاني. تغطية حاضرة عن طريق خطيبو، يعود لرزاق. رزاق يلعب بالنار والمتابعة الهجومية حاضرة، تمهيد كرة أمامية عن طريق المميز العثماني. تعود لباسكال لاتاكي جمعة في وسط الملعب والكرة إلى خارج أرضية الملعب
تحولت وطالت على أبو بكر السبان وتصبح رمية التباس للمنتخب الأثيوبي. المنتخب الأثيوبي يتا شيسو لاعب القميص 16 يحول كرة لمصلحة المنتخب الأثيوبي، تقطع من جانب أبو بكر أو أوسكار، تعود للحارس رزاق رمضاني. رزاق كثير الثقة بالنفس، وهل ستمنح أفضلية التقدم للمنتخب الأثيوبي؟ إن المهارة موجودة عن طريق لاداكي. لاداكي حول الكرة على الجهة اليمين، البحث عن السال، كرة عكسية من جانب أبو بكر سبان. سبان سبان راسية تعود ممتازة من جديد للمنتخب التنزاني، هنا التسديدة والدفاع يبعد الخطورة وتصبح الكرة كونتر أتاك لمصلحة المنتخب الأثيوبي. تصبح كونتر أتاك للمنتخب الأثيوبي، تعود على الجهة اليمين لمصلحة قاتيبو، يلعب كرة عرضية راسية ولم تكن متقنة، تعود الخطورة من جديد، هنا التمهيد والتسديد عن طريق اللاعب بالقميص رقم 14 سنفوكو حسين. سنفوكو حسين وأجواء تشعل حماس كل الأسماء الحاضرة هنا في هذا الملعب لنتابع واحدة من ليالي الزمن الجميل في كرة القدم الأفريقية في سيكاف، هذا البطولة التي تأسست بشكل غير رسمي في العام 1927 وجاءت الرعاية لشركة كوساج الكبرى، هذه الشركة التي استطاعت أن تقوم برعاية بطولة سيكافا لمدة 50 عاما. السؤال يطرح عن ما هو المنتج التي أو الذي كانت تطرحه تلك شركة كوساج، طبعا كانت من الشركات المنتجة لصناعة الصابون على المستوى الأفريقي والمستوى العالمي، الكرة إلى خارج أو هنالك مخالفة تحسب لمصلحة المنتخب التنزاني على يمين الحارس ويشبتايل، هنا تصبح لمصلحة ويشبتايل وأجواء شتوية رائعة هنا في جوهرة الأبطال ملعب الهلال، نشاهد حماس ومتعة هذا اللقاء بين اللاعبين، هنا تلعب كرة عرضية الراسية غير متقنة، تحولت لكونتر اتاك عن طريق يوتاهي من جديد لفؤاد، تعود لتوغنو دامي، أبو بكر يلعب كرة طالت على الجميع وتجد الحارس رزاق رمضاني. رزاق رمضاني وتحولت الكرة إلى تماس، هنا إشارة هنري روبرت أو روبرت هنري إلى أن الكرة بارحت رجية الملعب وتحولت مباشرة إلى تماس للمنتخب التنزاني. تماس عن طريق باسكال، باسكال ولاميك، التواجد على الجانب اليساري، مرت كرة عن طريق أبو بكر السبان أو خاتيبو، خاتيبو تحولت وإلى خارج أرضية الملعب مباشرة إلى ركلة الزاوية، إلى خارج أرضية الملعب مباشرة إلى ركلة الزاوية. المساعد الأول روبرت هنري من جنوب السودان الحبيب، بينما المساعد الثاني وهيثم النور واحد من الأسماء الدولية للسودان بجانب عدد من الأسماء التي تشرف السودان في القيادات الكبيرة لعدد من اللقاءات أبرزها الحكم شانتير، بينما تلعب كرة عكسية للمنتخب التنزاني والحارس سائل يتصدى للخطورة لمصلحة المنتخب الأثيوبي. حولت كرة للأمام، تعود المنتخب الأثيوبي عن طريق سلام كوسا، كوسا أو كوسا كما تذكر باللهجة الأثيوبية، بينما الكرة تحولت إلى تماس للمنتخب الأثيوبي عن طريق إيساك كومو. إيساك تقطع المنتخب التنزاني، السرعة حاضرة عن طريق باسكال، باسكال والكرة سهلة للحارس والشبتايل، والشبتايل فتح اللعب عن طريق يوسف ميكونان أو تيكنو آدمي أو دامي، تيكنو دامي على الجهة اليسار
حديث عن أجواء بطولة سيكافا وعن وسائل التواصل تتحدث عن هذه البطولة. الكل يفتكر تماما أن هذه البطولة من البطولات غير التي تستحق المشاهدة، ولكن زارت هذه البطولة بثوب كشيب وسحر جميل لتمنح الكثير من الأسماء والكثير من المتابعين لهذه البطولة الجميلة. نتمنى أن نشاهد بطولة مختلفة وسحر مختلف لكل عشاق كرة القدم في القارة الأفريقية لنستمتع بأجواء جميلة ومثيرة. ذلك أثيوبيا عاصمة أديس أبابا. أيضا لا نتحدث إلا عن عدد من الأسماء التي تتابع بدقة من خارج الوطن العزيز السميري. من جديد لمسة أمامية تقطع للمنتخب التنزاني في وسط الملعب، محاولة المرور تقطع من جانب المنتخب الأثيوبي عن طريق يوتا جيسوبايو. يوتا جيسوباي يتطلع على الكرة، يمرر الكرة على اتجاه أوسكار باول. أوسكار تعود في وسط الملعب لمصلحة عبد الرزاق، يحول الكرة عن طريق اللاعب صاحب القميص رقم 12 اللاعب باسكال. باسكال يحول الكرة للمنتخب التنزاني، تعود في وسط الملعب عن طريق أبو بكر أو خطيبو. خطيبو لأبو بكر، من جديد دخول العمق، محاولة تمرير كرة تقطع بالجانب. يتجه سوبايو، تعود من جديد لأكثر لاعب استطاع أن يتحرك حتى الآن على الجهة اليسار باسكال. يعود من جديد لمصلحة لاميك أو لمصلحة سنفوكو أو العثماني بالقميص رقم 19. من جديد تدخل عن طريق عبد الرزاق وعرقلة ومخالفة على اللاعب صاحب القميص رقم 17 في الكتيبة التنزانية أو الكتيبة الأثيوبية فؤاد تاسيكا. فؤاد تاسيكا والأجواء تشعل أرضية الملعب. مرت ربع ساعة بالتمام والكمال، حتى الآن التعادل السلبي وسيد اللقاء بين المنتخب التنزاني والمنتخب الأثيوبي. كرة أمامية من جديد تحولت على الجهة اليسار للمنتخب الأثيوبي، سقوط ومتابعة من جديد لمصلحة إيساك كومو. إيساك تقطع من جانب أوسكار باول. أوسكار باول تعود من جديد ليوتاهي باكابو أو باكالو. تحولت المنتخب الأثيوبي فتح اللعب على الجهة اليسار، الخطورة موجودة، محاولة إرسال كرة عرضية وهنالك إشارة بأن الكرة بارحت أرضية الملعب، تحولت مباشرة إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب التنزاني. إذن هذه البطولة طبعا من البطولات المحببة، أقيمت في تنزانيا تحت 17 سنة والبطل التنزاني في العام 2018، وتحت السن 15 سنة أيضا البطل أوغندا في العام 2019. سيكافا طبعا للأندية، كامبالا سيتي في 2019، وسيكافا للسيدات طبعا استطاعت أن تحقق في العام 2009 بطولة سيكافا الناشئين دون سن 17 عام البطل أوغندا في العام 2019. حتى الآن الكل في ترقب كامل بعد 18 يوم لبطولة كأس العالم، البطولة التي يتمناها كل محب وكل عاشق. قطر بملاعبها الثمانية بكل إمكانياتها المدخرة لإمتاع العالم ولإمتاع نظرات كل العالم عبر قنوات بي إن سبورتس. نتمنى أن نشاهد بطولة مختلفة تماما، والكل يحلم بالعالمية بينما تعود كرة ساقطة للمنتخب التنزاني. التسديدة ضعيفة من جانب لاداكي جمعة. لاداكي جمعة يلعب كرة أو يحول كرة بيسره على يمين الحارس أو على يسار الحارس ويشب هايل، والكرة مباشرة تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الأثيوبي.
كرة للأمام، الأمس استطاع سيقرة الجديان أن يحقق أحلام وتطلعات الجماهير. تلعب كرة أوسكار باول، محاولة الرأسية وإلى خارج أرضية الملعب، هنالك راية وركلة ركلة زاوية للمنتخب التنزاني في هذه اللحظة. من سيقوم بتنفيذ الركلة القادمة للمنتخب التنزاني؟ تنفيذ الركلة القادمة للمنتخب التنزاني. تلعب كرة أرضية رأسية هنا، التسديدة ومرت إلى خارج أرضية الملعب. كرة على العارضة بقليل لتخرج وتبارح أرضية الملعب لتصبح ركلة مرمى للمنتخب الأثيوبي في هذه اللحظات. المنتخب الأثيوبي هنالك ضغط كبير على المنتخب الأثيوبي من قبل المنتخب التنزاني في هذا اللقاء. كرة أمامية أيضا، حديث عن الأعضاء ال 12 الذين انضموا لهذا الاتحاد، بينما هنا محاولة ارسال كرة بينية تقطع من جانب خطيبو أوسكار باول. أوسكار الضغط موجود، مرة بصورة ممتازة يمهد كرة التسديدة. الله 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 الله، المنتخب التنزاني يسجل أول أهداف اللقاء بعد دربكة كبيرة في مرمى المنتخب الأثيوبي في الدقيقة 19 من عمر اللقاء. المنتخب التنزاني يضيف ويسجل أول أهدافه في هذه البطولة وفي مرمى المنتخب الأثيوبي، ليعلن تقدمه وتقدمه في هذه اللحظات بهدف على مرمى المنتخب الأثيوبي. هدف للمنتخب goal for by player number 17 Dexon Valentino. من جانب فالنتينيو أو فالنتينو، نعم تيسكون فالنتينو، نعم هدف اللقاء الأول للمنتخب التنزاني في الدقيقة 19. هدف التنزاني أحرزه اللاعب ديكسون فالنتينو رقم 17 أول في هذا اللقاء عزيزي المتابع لفالنتينو. بينما كورة تقطع للمنتخب التنزاني صاحب الانتشاء والفرحة وهدف اللقاء الأول في هذا اللقاء. نتمنى أن نستمتع ببطولة وأجواء جميلة، هذه البطولة التي نظمت في فصل الشتاء واحد من الفصول الجميلة التي تمنح الكثير من المتعة وتضيف الكثير من الإثارة لهذه البطولة. نعم هنا بلادي ترحب بكل أعضاء سيكافا وكل البلدان المشاركة في هذه البطولة. تحولت كرة على الجهة اليمين للمنتخب الأثيوبي، محاولة تمرير كرة عن طريق اللاعب فؤاد، هنا الكرة خارج أرضية الملعب تحولت إلى رمي التماس والتنفيذ عن طريق فؤاد تسيقا. وتسيقا صاحب رقم 17 للمنتخب الأثيوبي يبحث عن إدراك التعادل والحد من خطورة المنتخب التنزاني. بينما كرة عرضية تقطع بالراس تعود للمنتخب الأثيوبي، تمرير الكرة لفؤاد أو الكابيتانو يوسف ميكونان. من جديد تقطع من جانب خطيبو أو أبو بكر السابان، تعود للمنتخب الأثيوبي في وسط الملعب. سابان الوتو حاضر مع لاداكي جمعة، عودة من جديد لخطيبو، يحول الكرة لرزاق رمضاني. رمضاني عملية الإرسال الطويل للأمام لذاك جمعة، ترويض ممتاز يبحث عن خطيبو أو باسكال، وهنالك اعتراض ومخالفة للمنتخب التنزاني في هذه اللحظات. هنالك اعتراض للمنتخب التنزاني في هذه اللحظات. بينما الكرة تعود من جديد 1-2 من جانب عبد الرزاق محمد، تحولت للاعب لاميك كلاول. لاميك يلعب كرة ساقطة، ترويض من جانب لاماكي، جمعة لباسكال، محاولة التسديدة والقتال حاضر من جانب اللاعب أبو بكر أحمد. أبو بكر أحمد يخلص الخطورة، انطلاق المنتخب الأثيوبي من جانب اللاعب المنطلق صاحب القميص رقم 9 تيغنو دامي.
تيكنو دامي لاعب الجناح الأيمن للمنتخب الأثيوبي، حاول مرارا وتكرارا ولكن صحوة الدفاعات التنزانية يستطيع أن يقدم مباراة مثيرة. فما هنالك السقوط على أرضية الملعب، أين ذهب حكم اللقاء؟ هنا سنتابع اللحظة القادمة. استفادة المدربين بالنسبة للمنتخب الأثيوبي، منتخب الأثيوبي أديلو تاريجي، أديلو يواصل الحديث مع كباتن المنتخب الأثيوبي. هنا تواجد لاعبي المنتخب التنزاني في مناطقهم، لعب بطريقة 4-3-3 أو 4-4-2 كما نشاهد على الصورة، بينما الكرة تعود للمنتخب الأثيوبي. تابعة للامك لاون جمعة من جديد للمنتخب الأثيوبي، لمسة عن طريق يوتاهي باكو أو باكالو، أمامية تعود لباسكال وهنالك راي عن طريق هيثم النور. هيثم النور يشير إلى ركلة حرة غير مباشرة للمنتخب الأثيوبي. تعود كرة عن طريق فؤاد تسيقا، استلام مع الدوران، يبحث عن مساندة، يجد إيساك كومو من جديد لمصلحة المنتخب الأثيوبي عن طريق يتجسوبايو هنا كماشة لفؤاد تسيقا وإيساك كومو، واستخلاص الكرة من جانب اللاعب باسكال أو أوسكار باول. أوسكار باول من جديد تعود للمنتخب الأثيوبي، ترويت وانتوب، حاول تمرير كرة ممتازة لم تعبر بقراءة المنتخب التنزاني الأكثر انتشارا وحضورا. هنا كونتر اتاك سريع جدا على الجهات اليمين، تلعب كرة عرضية تعود لأوسكار، أوسكار يلعب كرة عكسية تخلص من الدفاع، تعود ضعيفة جدا، محاولة المرور، التسديد عن طريق اللاعب خطيبو، والكرة تحولت عن طريق سنفوكو حسين نعم بالقميص رقم 14 وتحولت لمصلحة الحارس. هنا انطلاقة للمنتخب الأثيوبي عن طريق تيكنو لفوات، فوات أكثر تحفظ بالكرة، ويغني تيكلي سلام كوسا أو كوسا من جديد في وسط الملعب، تمرير كرة للمنتخب التنزاني عن طريق جمعة لداكي وحكم اللقاء يحتسب مخالفة للمنتخب أو تماس للمنتخب الأثيوبي. قوت على أرضية الملعب لعبد الرزاق محمد وحكم اللقاء الحكم تيري ناكونزو البولندي يتحدث مع عبد الرزاق محمد. كرة أمامية للمنتخب الأثيوبي تعود بمتابعة خطيبو والكرة تترك للحارس رزاق رمضاني أمامية، شاشة القرطوم حاضرة لبطولة سيكافا. نتمنى أن نقدم الأفضل للمشاهد العزيز ونتمنى أن نستمتع بالكثير من الإبداعات الكروية في وسط الملعب. تحولت كرة المنتخب التنزاني، الخطورة حاضرة، إبعاد من إيساك كومو من جديد للمتميز جدا يوتاهي باكالو، تعود للمنتخب التنزاني في وسط الملعب يبحث عن محمد رزاق، تعود للاعب المنتخب التنزاني أوسكار باول، وهنالك لمسة يد على لداكي جمعة، لمسة يد على لداكي جمعة غريبة من حكم اللقاء، يعطي المخالفة لمصلحة المنتخب الأثيوبي، خالف للمنتخب الأثيوبي طبعا على مستوى
بطولات الأمم أول تواجد أو على مستوى بطولات سيكافا بالنسبة للحكم الرابع السوداني عبد العزيز جعفر أول تواجد قاري للحكم الذي ينتمي إلى ولاية البحر الأحمر وإلى مدينة بورسودان. بينما هنا متابعة من جديد لمصنعة المنتخب الأثيوبي عرضية وتقطع من جانب لامي كلاول هنا سحر وجمال الجوهر الزرقاء هذا الملعب واحد من المتاحف السودانية الجميلة. شكرا كل من ساعد وقام ببناء هذا الصرح الجميل لاستضافة كل فعاليات البطولات الأفريقية والمباراة الأفريقية بالنسبة للهلال وبالنسبة للمنتخبات السودانية. شكرا كل الأسماء بداية هذا الصرح من ستينيات القرن الماضي بلقاء المنتخب الكاني والفريق الهلالي. تاب التعادل بين الفريقين بينما جاءت النشأة الكبرى في عهد الكاردينال ولمسة الوفاء لهشام الصباط بينما كرة تحولت للمنتخب التنزاني. من جديد في وسط الملعب القائد والكابتان يوسف ميكونان وهنالك اعتراض ومخالفة تحسب لمصنعة المنتخب الأثيوبي. تلعب سريعة من جديد لمصلحة المنتخب الأثيوبي. قريب جدا. هدف التعادل من المقاتل الهداف الكابتان يوسف ميكونان. يوسف ميكونان لاعب المنتخب الأثيوبي صاحب الرقم 7. قلت وذكرت بأن المنتخب الأثيوبي قريب جدا ولم يتركوني قليلا لأكمل حديثي ليسجلوا أول أهدافهم في هذه البطولة وهو هدف التعادل. من جديد عودة وانتشاء المنتخب الأثيوبي ليؤكد تماما حضوره في هذه البطولة. 1-1 تعادل إيجابي في الدقيقة 29 من عمر اللقاء. تقدم المنتخب التنزاني في الدقيقة 19 و10 دقائق فقط لعودة المنتخب الأثيوبي في هذا اللقاء. كرة أمامية على الجهة اليمين أحرز الهدف للمنتخب الأثيوبي اللاعب رقم 7 عن طريق يوسف ميكونان. نعم يوسف ميكونان كابتن للكتيبة الخضراء المنتخب الأثيوبي حضر وبصم بالعشرة ليعلن تفوق المنتخب أو تعادل المنتخب الأثيوبي في هذا اللقاء. مباراة تشكل إثارة كبيرة ومتعة جميلة في أرضية الملعب. تحولت كرة من جديد للأمام متابعة موجودة لمصلحة المنتخب التنزاني. البطولة التي أقيمت لها عدد من الورشات الإعلامية بقيادة أندرو جاكسون مسؤول الإعلامي لمنطقة سيكافا ليوكاندي أو الكيل. نعم بينما الحديث عن انطلاقة المنتخب التنزاني نعم المحاضرة لوكاندي أندرو جاكسون مسؤول الإعلام بمنطقة سيكافا بجانب الأمين العام للاتحاد السوداني مجدي شمسدي. أيضا حديث عن طرفان نهائي. طبعا طرفان نهائي هذه البطولة أو هذه التصفيات كما يطلق عليها سيشاركان في أمم أفريقيا للشباب في أرض الكنانة في العام المقبل بإذن الله تعالى. كرة للأمام تحولت على الجهة اليسار ليوسف ميكونان صاحب هدف التعادل الكتيبة الأثيوبية. يتجسوبايو كرة للأمام تخلص بالرأس. 1-2 تعود للمنتخب التنزاني عن طريق كاتيبو. أمامية تخلص من الدفاع عن طريق ياشو لاكيسا. تقطع من جديد للمنتخب التنزاني وإلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس. إلى رمية التماس. تنزانيا 1 بينما الكرة تعود للأماكي
نذكر النتيجة الآن. لذاك الجمعة لكل من المنتخب الإسباني والمنتخب التنزاني. من جديد للمنتخب الأثيوبي، تقطع تنزانية على الجهة اليمين لمصلحة لذاك الجمعة، يعود لخطيبه يحول كرة بالقدم اليسرى، تعود لمصلحة العثماني، وهنالك اعتراض ومخالفة على العثماني، على العثماني، بينما هنا حضور الفوفيزيلا هذه الصافرة التي اكتشفت في العام 2010 مونديال 2010، هنالك في ملاعب الثاوس افريكا في هذه اللحظات جاء وحضر الصوت الحق، بينما الجميع في مواصلة أجواء اللعب. نعم حق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انطلاقة كرة للمنتخب الأثيوبي يبحث عن ثاني الأهداف، هنا التمرير كرة تصطدم بخطيبه، يحاول كرة لكونتر أتاك على الجهة اليمين في وسط الملعب، تعود كرة لأوسكار، التمويه ممتازة، النقلة من جانب اللاعب لاماكي أو لديك جمعة، يحاول كرة لأوسكار، أوسكار محاولة المرور يبحث عن الدخول على العمق، المتابعة موجودة، العكسية في القائم الثاني والرأسية إلى خارج أرضية الملعب من المنتخب التنزاني والمنتخب الأثيوبي إلى ركل الزاوية للمنتخب التنزاني في هذه اللحظة. تابع الركلة على طريق باسكال، باسكال محاولة لعب كرة عرضية، تلعب العرضية، محاولة الرأسية عن طريق اللاعب العثماني ماكامبو، عثماني ماكامبو، والحكم يشير، عثماني ماكامبو. أجواء كرة للأمام، تحولت كرة من جديد في وسط الملعب، تحولت لمصلحة المنتخب التنزاني عن طريق ديسكون فالنتينيو، يحول كرة للأمام، تعود ساقطة، باسكال يريد فرصة، لاعب قناص صاحب تحركات ممتازة، لاعب مزعج جدا لدفاعات المنتخب الأثيوبي، رباعي قد دفاعات المنتخب الأثيوبي يعاني تماما من تدخلات أوسكار باول، لاعب صاحب فنيات ممتازة يستطيع الوصول مرارا وتكرارا لمرمى المنتخب الأثيوبي. اللاعب سيفعلها ويضيف ثاني اهدافا للقاء للمنتخب. التنزاني هدف الاول جاء عن طريق ديسكون فالنتينو في دقيقه 19، ثم اضاف وادرك التعادل الكابتن يوسف ميكونان، حط الان التعادل بهدف لكلا الفريقان. هنا كرة تحولت من جديد على الجهة اليسار لمصلحة المنتخب الأثيوبي، انطلاقة أمامية، البحث عن إرسال كرة عرضية، الدخول العمق، المهارة موجودة، والكرة إلى خارج أرضية الملعب تصبح ركلة الزاوية بعد مجهود جبار عن طريق اللاعب تيغنو دامي. تيغنو دامي عكسية مستخلصة من جانب عبد الرزاق محمد على الجهة اليمين، تمرير كرة للأمام عن طريق باسكال، متابعة لدفاعات المنتخب الأثيوبي، التحول لطريقة 3-5-2، هنا فتح اللعب على الجهة اليمين عن طريق إيساك كومو لاعب البارت رايت في الكتيبة الأثيوبية، بينما الكرة تعود، استلام مع الدوران، لمح ومتابعة لقلب دفاع المنتخب الأثيوبي أبو بكر أحمد، لاعب
صاحب ثقة كبيرة وربما خبرات من ضمن مشاركاته الطويلة مع المنتخب الأثيوبي تحت العام العشرين. بينما هنا الكرة تعود في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الأثيوبي، نقلة في وسط الملعب، استلام مع الدوران يبحث عن انطلاقة للاعب المهاري، تحولت كرة للسلام أو وقني، وقني طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى، طالت على وقني تيكلا، وقني تيكلي والكرة تصبح ركلة مرمى في هذه اللحظات. حديث المدرب الأثيوبي أتلو، كرة مامية عن طريق رزاق رمضاني، تدخل من جانب لاماكي أو لاتيكي جمعة، أمامية سريعة جدا تعود على الجهة اليمين، تدخل عن طريق أبو بكر السبان، خط يمين أبو بكر، هنا التسديدة ولمحة فنية عالية، توقل وعمل دوران ممتاز، مر بصورة ممتازة، كشف المرمى، سدد على يسار الحارس رزاق رمضاني، والحظ لم يحالف المنتخب الأثيوبي والكرة تحولت مباشرة إلى ركلة مرمى. كرة مامية عن طريق سابان، أبو بكر في وسط الملعب للمنتخب التنزاني، تعود لباسكال، أمامية لمصلحة أوسكار باول، أوسكار خاطية، تعود لمصلحة يوداهي باكالو، يوداهي باكالو لاعب البارتي ليفت أو الرواق الأيسر أو الطرف الأيسر للمنتخب الأثيوبي. أبو بكر أحمد قلب دفاع المنتخب الأثيوبي، انطلاق للأمام، عودة من جديد ليوداهي باكالو، تقطع للتنزاني عن طريق أبو بكر عبد الرزاق، محاولة انطلاقة، الخطورة موجودة للمنتخب التنزاني، كرة ضعيفة جدا لمصلحة الحارس الأثيوبي. أوبشيت، نعم أوبشيت هايل، من جديد نقل عن طريق إيساك كومو، تعود لإيساك، ربما للاعب فؤاد أو تيكنو، تيكنو ليتاج ياسوبايو، يتلي ويكني تيكي أو يوتاي باكالو، تحويل كرة لإيساك، إيساك عكسية وتستخلص من قبل لاتاكي أو من قبل لامين أو لاميك الأول، والكرة لخارج أرجية الملعب تصبح ركلة زاوية للمنتخب حولت كرة لمصلحة المنتخب الأثيوبي، تنفيذ عن طريق فؤاد، فؤاد يلعب كرة عكسية، الراسية الأثيوبية، الخطورة حاضرة من جديد عن طريق ذلام، ذلام محاولة تسديد كرة ضعيفة تحولت لكونتر أتاك للمنتخب التنزاني عن طريق أوسكار باول، تعود الكرة لباسكال، يحول الكرة للاميك أو لاداكي جمعة، تعود للاداكي خاطئة، مبعدة من جانب يوسف وإلى خارج أرضية الملعب مباشرة إلى رابية تماس، إلى خارج أرضية الملعب مباشرة إلى تماس، تأسيس الاتحاد الأثيوبي في العام 1943، مساهمة في تأسيس الاتحاد الأفريقي. بينما كرة تحولت للاتيكي جمعة، عودة للاميك الأول، والكرة في أحضان وبشت هايل، حقق كأس الأمم الأفريقية في العام 62 في كافة 87، 2001، 2004 و2005، استطاع طبعا أن يجد مراكز مميزة في التصنيفات الأفريقية في العام أغسطس 2022، المركز 138،
واعلى تصنيف طبعا لمنتخب اثيوبيا في العام 2006 في المركز رقم 86. انطلاقا للمنتخب التنزاني محاولة تمرير كرة بينية قراءة موجودة من جانب دفاعات المنتخب على سوبا عن طريق ايسا كومو، تعود للتيكنو، استلام مع الدوران، يعود للاعب ابو بكر احمد، اماميه تعود للتيكنو، لاعب مهاري صاحب تحركات ممتازه فؤاد سيجا، فؤاد تسيجا من جديد، تدخل المنتخب على سيوبي، تعود كره عن طريق تيكنو، يلعب كره خلف الدفاعات، تقطع من جانب خاتيبو، تعود للتسيقة، لاعب فؤاد تحرك بقوة، افتقاد اللياقة البدنية، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تراجع كبير، تراجع فني كبير للمنتخب التنزاني، واحد من المنتخبات التي كانت وكان العديد من المتابعين يتحدث كثيرا بأن هذا المنتخب واحد من المرشحين للفوز بهذه البطولة، وربما كرة القدم في الملعب تختلف تماما، ضغوطات وكثير من الأحداث، أيضا بطولة مسكرة تكشف الكثير من الأقنعة المخفية، أتمنى أن تكون حليفة لمنتخب السودان. وأين لامك؟ لامك الأول، حول الكرة للأمام، تقطع من أبو بكر أحمد، تعود من جديد لذاك جمعة، لذاك أوسكار باول، واللاعب المميز جدا أبو بكر أحمد، بكر أحمد حول الكرة للتيكنو، بينما ضافت حكم اللقاء للوقت المبدل، هو وقت كما شار حكم اللقاء دقيقة واحدة. لوحة الحكم عبد العزيز تشير إلى الزمن المستمر، بينما الكرة دقيقة واحدة، تحولت من جديد للمنتخب التنزاني على الجهة اليمين، لمسة وعودة لمصلحة المنتخب التنزاني، كرة أمامية على الجهة اليمين لمصلحة المنتخب التنزاني، تغطية حاضرة عن طريق فؤاد سيجا، سيجا ولديك جمعة، عرضية للمنتخب التنزاني، تعود الكرة لأوسكار، محاولة التسديدة والكرة تخلص من قبل المنتخب على سيوبي. في هذه اللحظات عزيزي المتابع عشاق كرة القدم الأفريقية ومتابع بطولة سيكافا تحت العام العشرين، هنا حكم اللقاء الحكم البوراندي تيري ناكونزا يعلن عن نهاية صافرة الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين. تقدم المنتخب التنزاني في الدقيقة 19، ثم أدرك المنتخب الأثيوبي التعادل في الدقيقة 29. حتى نلقاكم في مواعيد قادمة، لا تذهبوا بعيدا، والكلمة والصورة للزملاء في الاستديو التحليلي.